بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، طاب مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الشورى، الذي يأتيكم عبر شاشة القناة السعودية ومن تحت قبة الشورى السعودي. أحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأذكر بأن مجلس الشورى السعودي، وهو ممثل صوت الشعب في المملكة العربية السعودية، ينتظر بشغف خلال الأيام القادمة خطاب خادم الحرمين الشريفين، وهو الخطاب الملكي السنوي الذي يقوله خادم الحرمين الشريفين سنويا تحت قبة الشورى السعودي، والذي من خلاله يرسم أيده الله ملامح السياسة الخارجية والداخلية للمملكة. أعضاء مجلس الشورى هنا بداية من الرئيس ونائب الرئيس والمساعد والأعضاء الذين يمثلون الشعب السعودي بانتظار هذا الخطاب الملكي السنوي الأربعاء القادم، والذي سيكون بمثابة منهج لهم ووثيقة رسمية كما وصفه أعضاء المجلس. مشاهدي الكرام، قبل أن نرحب بضيفي هنا في الأستوديو، يسرني أن أذهب بكم إلى تقرير يجسد ملامح الدورة الأولى، السنة الأولى من الدورة السابعة التي على وشك أن تنقضي لنبدأ سنة ثانية من نفس الدورة. نتابع ومن ثم نعود. يسرني أن أكون معكم هذا اليوم وبلادكم الحمد لله تزخر بالكفاءات رجال ونساء، والوطن يفخر بكم جميعا. منهج الشورى ومنهج دولتكم من دعاة مشهد العزيز إلى الآن هو المنهج الذي أمر بالإسلام. آراءكم ومقترحاتكم وما ستكون به في المجلس يكون محل تقدير دولتكم ومواطنيكم وتقديري الشخصي. أنتم لا تعملون لمصالح فئوية أو حزبية أو شخصية، إنما لمصلحة الوطن، وهذا ما يتميزون به ويغبطكم عن الآخرون. مجلس الشورى ومجلس الوزراء والجهات الأخرى خاصة وعامة مكمثل لبعضها، أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن والحرص على مصالح الوطن والمواطنين، والتي يجب أن تكون دائما نصب عين الجميع. أتمنى لكم التوفيق في همتكم، والله يحييكم. شكرا. يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الأربعاء من الأسبوع القادم أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، ويلقي رعاه الله الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة. وينتظر أن يكون خطاب خادم الحرمين الشريفين شاملا وجامعا، يحمل في مضامينه القضايا الوطنية والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات، في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة وموقف المملكة العربية السعودية من تلك القضايا. كما تعد مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين منهاج عمل للمجلس، الذي بدوره يتبنى القرارات التي تخدم مصالح الشعب وتواكب رؤية وتوجهات الدولة في تحقيق التنمية وتقديم الكثير من الحلول للقضايا. الكرام، حياكم الله من جديد. يسرني باسمي وباسمكم جميعا أن نرحب هنا بضيفي صاحبي المعالي، معالي الدكتور محمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى. حياكم الله صاحبي المعالي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وكذلك معالي الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى. حياكم الله دكتور يحيى. حياك الله. أهلا وسهلا. سعيد بوجودكما.
بعد انقضاء عام كامل من اللقاء السابق وانتهاء السنة الأولى بنجاح إن شاء الله، وأنتم تستعدون لخطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي وللسنة الثانية ضمن الدورة السابعة. أحييكما وأبدأ بالتساؤل لكم دكتور محمد. الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله قائد الأمة راعي مسيرتها خادم الحرمين الشريفين، سيكون ضيفا لكم في مجلس الشورى خلال الأيام القادمة، سيلقي الخطاب السنوي. أريد أن أسمع من معاليكم كلمة حول هذا الخطاب الملكي السنوي وانتظاره، وكيف سيكون راسما لسياسة المملكة الداخلية والخارجية. تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يتطلع مجلس الشورى برئاسته وبأعضائه بكل شغف وبكل يعني تطلع إلى هذه المناسبة الوطنية. تعتبر هذا اليوم وهذا اللقاء مع سيد خادم الحرمين الشريفين الذي يلقي فيه خطابه السنوي بناء على المادة 14 من نظام مجلس الشورى، الذي يلقي فيه الملك خطابا سنويا في مجلس الشورى لإيضاح السياسات الداخلية والخارجية للوطن، يوما من أيام المملكة العربية السعودية الهامة، لما يمثله اهتمام سيد خادم الحرمين الشريفين بمجلس الشورى وأعضائه لما يقومون به من عمل وممارسة في خدمة قضايا الوطن والمواطن. ولا شك بأن هذا اليوم يوم مهم جدا لما يتسم به من كلمة سيد خادم الحرمين الشريفين التي سوف ترسم المستقبل لهذه الدولة وسياسة المملكة الداخلية والخارجية، وكذلك ما تم خلال العام الماضي أو العام المنتهي وما قامت به الدولة من جهود تنموية ومن مجابهة للتحديات التي واجهت بها الدولة ما يحاط بها من ظروف قاسية، وتمكن المملكة العربية السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين أيده الله وبمؤازرة من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن يتم العبور بهذه الدولة المباركة في هذا الخضم المتراطم في هذه الفترة الزمنية من حياة الأمة، بحيث أن استطاعت المملكة العربية السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين أن تنأى بنفسها وأن تحافظ على مقومات هذا الوطن وتبتعد عن الصراعات الإقليمية التي تمر بها هذه المنطقة، مع المحافظة على مكتسبات هذه الدولة، وأيضا الاستمرار في الدفع على عجلة التنمية والنمو والدفع بأهم مقومات هذا العهد الزاهر، وهو رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرامج التحول الوطني والاستمرار نحو تحقيق الإنجازات في جميع المجالات، والتأكد من أن عجلة التنمية لا تقف بالرغم من كل الظروف المحيطة بالمملكة، كذلك العمل على الإنجازات الخاصة ببرامج التنمية وفيما يتعلق بإيجاد الفرص التنموية والفرص الاقتصادية والدفع بها والاستثمارات ومتابعة الاستثمارات في مختلف المجالات حتى لا يذهب الاقتصاد إلى مرحلة الركود، بل بالعكس لقد شهد هذا العام ولله الحمد نموا في العائدات النفط الغير نفطية، ونمت بنسبة ما يزيد عن 6%، وانخفض العجز بالنسبة للميزانية بنسب لم تكن متوقعة أكثر بعدد كبير أقل من ما كان عليه في العامين الماضيين. كل هذه الإنجازات تحققت بفضل الله ثم بفضل حكمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، والتوجيهات السامية لسيدي خادم الحرمين الشريفين لجميع المسؤولين، والعمل الجدي للتأكد من أن الحكومة تقوم بعمل متقن والارتقاء بالعمل الحكومي وتنويع مصادر الدخل، وأيضا الدفع بكل هذه الأمور بشفافية ونزاهة، وأيضا التأكد من أن كل ما يقوم به المواطن وكل ما يحتاجه المواطن هو في أولويات سيدي خادم الحرمين الشريفين.
لا شك بأن هذا العام كان عاما مليئا بالتحديات وكان مليئا بالإنجازات. لا شك بأن ما قام به خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي كان له الأثر الكبير في دفع عجلة التنمية في الوطن المبارك. وما قام به سيد خادم الحرمين الشريفين من زيارات خارجية لعدد من الدول الآسيوية وأيضا لجمهورية روسيا ومشاركته في القمة العربية وفي دول مجلس التعاون، كل ذلك أتى بفوائد مباركة من حيث إيجاد الفرص الاستثمارية في الوطن وإيجاد الاتفاقيات الكبيرة مع عدد من الدول الكبيرة في هذا المجال والمتمكنة، وأدى ذلك إلى إطلاق عدد كبير من البرامج ومن المشاريع التي سوف تكون لها عائد كبير إن شاء الله في المستقبل، وهي تتمثل في ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة والذي سيصبح بإذن الله من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، كذلك المشاريع التي أطلقت وهي مشروع نيوم ومدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية، كل ذلك سيكون من المشاريع التي ستدفع بالاقتصاد نحو آفاق جديدة وبما يؤكد ويحقق للمملكة العربية السعودية البعد عن الاعتماد عن مصدر وحيد للدخل وهو البترول، وأيضا يمكن الدولة من الاستثمار المناسب للأصول التي لدى المملكة وخاصة فيما يتعلق بشركة أرامكو والتي تعد من الأصول الغير مستغلة والتي سوف تعود بعوائد كبيرة خلال طرح جزء منها للاستثمار، وهذه العوائد التي سوف تعود للمملكة وللوطن سوف تكون المقومات المحفزة والداعمة للقطاعات الجديدة التي يعول عليها الوطن لتنويع مصادر الدخل وخاصة فيما يتعلق بالتعدين والذي يحتاج إلى يعني إنفاق كبير، وسوف يكون هذا متحققا بإذن الله من العوائد المالية الكبيرة التي سوف تتولد لدى الدولة، وسيكون صندوق الاستثمارات العامة هو الذراع الكبير في الدفع بعملية التنمية وعملية تنويع مصادر الدخل. ولذلك فإن المجلس يعني سوف يكون له إن شاء الله في هذا اللقاء نظرة وتطلع لكل ما يوجه به خادم الحرمين الشريفين نحو تحقيق المزيد من الرفاه ومزيد من التطور لهذا الوطن، وسوف يعتبر هذا الخطاب السنوي عبارة عن ورقة العمل الأساسية لتحديد برنامج العمل للسنة القادمة وبما يحقق أمانيه حفظه الله بما يحقق تمنياته لشعبه الوفي. دكتور محمد، كلمة ضافية وجميلة جدا، وأيضا أنت يعني أشرت إلى نقاط مهمة جدا من أبرزها، ولعلي ألخص كلمة معاليكم أن المملكة استطاعت أن تتجاوز العقبات والموجات المتلاطمة في محيطها العربي والإسلامي، وكذلك حافظت على مقدراتها ومكتسباتها الداخلية. أتوجه إليكم دكتور يحيى وأنتم مساعد رئيس مجلس الشورى، ونفس التساؤل سؤالي هو أهمية الخطاب الملكي. الكل ينتظر، سواء أنتم تحت قبة الشورى السعودي أو الشارع السعودي، يعتقد أن هذا الخطاب هو موجه من الملك إلى الشعب لأنكم تمثلونه. كيف ترى أهمية هذا الخطاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن أهمية الخطاب الملكي تنبع من كونه يلقي الضوء على السياسة الداخلية والسياسة الخارجية للمملكة. لذلك نعتقد أن أهمية الخطاب لا تعني فقط المواطن السعودي، وإنما حيكون لها كذلك انعكاسات على المواقف تجاه الكثير من القضايا التي تهم المجتمع الدولي، نظرا للمكانة الكبيرة التي تميز فيها المملكة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. فمضامين الخطاب فيما يتعلق بالجانب الداخلي والتي تهم المواطن، الحقيقة أنها ستأتي انعكاس لكثير من التحولات والبرامج الإصلاحية التي تشهدها المملكة. نحن نعرف الآن أننا نمر بكثير من التحولات والتطورات خاصة في المجال الاقتصادي التي يأمل المواطن وتأمل القيادة أن تعمل على نقل بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، ويأتي بلا شك في مقدمتها ما طرح في رؤية 2030 من أهداف اقتصادية حتعمل على تغيير الكثير من الجوانب الاقتصادية، في مقدمتها تنويع مصادر الدخل، كذلك العمل على فتح مجال الاستثمارات
وخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي، واتخذت الكثير من الإجراءات من قبل القيادة السياسية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بخلق مناخ جاذب للاستثمار، ما يتعلق كذلك بتمكين المواطن باعتباره هو الحقيقة الرقم الصعب في تحقيق تنمية متوازنة للبلاد، إعطاء المواطن فرصة المشاركة في خلق هذه النهضة التي يعملها المواطن وكذلك تعملها قيادة هذه البلاد. تم التأكيد على هذا الأمر في كثير من الخطابات الصادرة عن قيادة هذا البلد. ما يتعلق في الجانب الدولي أو الجانب الخارجي، كما هو معلوم أن المنطقة تمر بكثير من الأزمات الإقليمية، ومن المتوقع أن خادم الحرمين الشريفين حيلقي الضوء على مواقف المملكة في التعامل مع هذه الأزمات. الكثير من الجوانب السياسية المتعلقة بهذا الأمر تم التعبير عنها، ما يتعلق سواء بالأزمة في اليمن، ما يتعلق كذلك في القضية الفلسطينية التي تعتبر حقيقة قضية تحتل أهمية كبيرة بالنسبة لصانع القرار في المملكة العربية السعودية. صحيح. باعتبار القدس الثالث الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، وهي تعطي اعتبار كبير لهذا الأمر وتبذل الجهد في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس. فيما يتعلق كذلك في العلاقات الاقتصادية الدولية، المملكة العربية السعودية نظرا لما تحتله من موقع اقتصادي متميز، أنا أعتقد أنه سيتم إلقاء الضوء على كثير من الأمور التي حتعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم. ما يتعلق كذلك في البرامج الإصلاحية داخل المملكة، المعروف أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات فيما يتعلق على سبيل المثال بمكافحة الفساد، وهي الحقيقة عبرت عن إرادة سياسية تتعلق بتبيان المواقف التي يجب اتخاذها باعتبار الفساد من أهم العوامل التي كانت معوقة للتنمية داخل البلاد. وتم اتخاذ الإجراءات التي في مقدمتها تشكيل لجنة يرأسها سمو ولي العهد، وأنا أعتقد أنها حتى من خلال مناقشتنا لهذا الأمر مع بعض البرلمانات، وآخرها كان لقائي برئيسة وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني وكذلك نائب رئيس مجلس النواب الإسباني، الحقيقة أنه تم طرح هذا الموضوع للنقاش، ووجدنا الحقيقة أنه كان لها انعكاس إيجابي على تصور مناخ الاستثمار في المملكة وعلى تصور التقدم الاقتصادي الذي سيحدث لبلادنا. فالكثير من الأمور ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الأمر. في نقطة مهمة الحقيقة أحب أن كذلك أؤكد عليها، أنه في الخطابات الملكية السابقة كان يتم التأكيد على أنه نهج الشورى المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية هو نهج اعتمدته هذه الدولة منذ تأسيسها، وتستمر الدولة في اعتماد هذا النهج الذي يستند إلى مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية باعتبارها تمثل المرجعية الأساسية لهذه البلاد. فكان يتم التأكيد على هذا الأمر في جميع الخطابات أو في أغلب الخطابات الملكية. جميل جدا. إذن كلمتين إضافيتين لكما صاحبي المعالي عن مضامين الخطاب الملكي الذي تنتظرونه وقد اعتدتم عليه سنويا، لكن بلغة جديدة وبقراءة جديدة للأحداث في المنطقة. اسمحوا لي أعود بكم سنة إلى الوراء، والعودة للماضي ليست جيدة لكن في هذا الجانب إيجابية. دكتور محمد، العام الماضي أتذكر قبل أن نبدأ حلقتنا على الهواء مباشرة قلت لنا أن خادم الحرمين الشريفين قال لكم يعني بالكلمة عفوية جدا من قلب الأب والزعيم والحاكم إلى رعيته، اتقوا الله وأنتم تمثلون الشعب. دكتور محمد، كيف تقرأ مثل هذه الكلمة وقد أنهيتم السنة الأولى من دورتكم السابعة وتشعرون بحمل ثقيل، ثقة ولي الأمر من جانب وتطلعات وطموحات الشعب من جانب آخر؟ حقيقة يعني لا يوجد أقوى توجيه من أن يتقي الله الإنسان في كل ما يعمل. جميل. لأنه ليس بينه إلا الله سبحانه وتعالى في محاسبته. جميل. وعمل عضو مجلس الشورى كما هو معلوم يعتمد على ما يقوم به من جهد شخصي بالدرجة الأولى من خلال ما يعمله من دراسة وبحث وتقصي لما يوكل إليه من مواضيع، سواء كانت مواضيع تنظيمية في سن الأنظمة
أو سواء فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات أو فيما يتعلق بالتقارير للجهات الحكومية. العضو يعني في هذا العمل لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى في مراقبته فيما يعمل، فالجهد الذي يبذله وكمية الوقت الذي يؤديه والتقصي والتأكد من جودة العمل هي من أهم العوامل التي تؤدي بأن يكون عمل المجلس عملا مجودا وتكون قراراته قرارات صائبة، لأنه عندما يقوم العضو بدراسة موضوع معين ويقدم تقريره إلى اللجنة، إذا كان مجموعة من الأعضاء يقومون حسب ما هو معمول لدينا في المجلس، يقوم عدد من الأعضاء بدراسة عدد من المواضيع أو موضوع معين، ومن ثم يقدم هذا الموضوع للجنة. اللجنة في غالب الأحيان تتأكد وتعلم بأن العضو قد بذل الجهد الهام والجهد اللازم لجودة هذا العمل، ومن ثم يتم بعد مراجعته ومناقشته في اللجنة بتبنيه ويعتبر من توصيات اللجنة، ومن ثم يقدم إلى المجلس، والمجلس لديه ثقة كبيرة في عمل اللجان لأنها تقوم بالعمل والجهد والمراجعة والدراسة الشاملة لما يقدم إليها، وبالتالي فإن المجلس أيضا يعتمد على ما تقدمه اللجنة له من قرارات ومن توصيات، وبالتالي يتخذ المجلس قراراته في نهاية الأمر بناء على توصيات اللجنة، ومن ثم يصبح قرارا. هذا القرار هو ما قال لنا به أو ما قاله سيدي خادم الحرمين الشريفين: اتقوا الله، نتقي الله فيما سيصدر منا من قرارات، لأن هذه القرارات سوف يكون لها انعكاسا كبيرا على بلادنا ككل، على مواطني هذه الأمة، على الأرامل وعلى الصغار وعلى الشيوخ وعلى النساء وعلى كل من له مصلحة في هذا الوطن. حينما يتخذ المجلس قرارا ويأخذ به التصويت اللازم لكي يصبح هذا الأمر قرارا ويرفع لولي الأمر، وولي الأمر لديه ثقة كبيرة في هذا المجلس من رجاله ونسائه، واختياره الذي قام به يحفظه الله وتوسمه الخير في هؤلاء المواطنين، سوف يبني أيضا قرارات تمس المواطنين بناء على مقترحات مجلس الشورى. وبالتالي كان خادم الحرمين الشريفين حريصا على أن يوصل هذه الرسالة بأنكم تتقون الله فيما تعملون، لأن ذلك سوف يكون له انعكاس كبير، وبالتالي فهو أيضا مساءلة من الله قبل أن يكون مساءلة من ولي الأمر. جميل جدا. الدكتور محمد قال في إجابته أنه اختيار خادم الحرمين الشريفين لهؤلاء المواطنين، فهو في النهاية مواطن عضو مجلس الشورى لكنه صوت لأكثر من 20 مليون مواطن. دكتور يحيى، بما أن الدكتور محمد أجاب على مسألة رسالة خادم الحرمين بتقوى الله، أيضا الملك كان له في كلمة العام الماضي قال لكم أنه هذا المجلس يتم اختياره بعيدا عن الفئوية والعنصرية والمناطقية والمحسوبية، كيف تعلقون على الانتقاء هذه الخبرات الطويلة والقامات الكبيرة ومن كافة المناطق والمدن والقبائل والتوجهات، كيف تقرأ هذا دكتور أحياء؟ قد يكون من أهم الجوانب الإيجابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى أو كون تشكيل مجلس الشورى يتم بالاختيار حقيقة هو التركيز على معايير الكفاءة ومعايير بالإضافة طبعا إلى معيار الثقة من أصحاب الخبرة والاختصاص الذين يمثلون كافة شرائح المجتمع وكذلك يمثلون كافة مناطق المملكة. فأنا أعتقد أنه فيما يتعلق بهذا الجانب هو الذي جعل عضو مجلس الشورى عندما يعمل من منطلق الإخلاص للوطن وبعيدا عن الفئوية وبعيدا عن التحزب، وأعتقد أنه هذه من أهم الإيجابيات التي سيجنيها مجلس الشورى فيما يتعلق بآلية اختيار أعضاء المجلس. من خلال أداء الأعضاء لأعمالهم لاحظنا حتى سواء من خلال المداخلات أو من خلال النقاش في اللجان أنه فعلا لا تثار أمور قد تفسر على أن تنبع من منطلقات حزبية أو منطلقات طائفية، يعني اللغة وطنية مناطقية. اللغة وطنية، نعم. فالمظلة التي يستظل بها أعضاء مجلس الشورى هي مظلة الوطن، فأنا أتصور أنه ما يتعلق الآن بالتعامل مع أي موضوع يطرح على مجلس الشورى ينطلق من هذا المنطلق، وهذا بحد ذاته كفيل
حتى بالتأكيد على تجويد مخرجات المجلس باعتبارها تراعي مصلحة الوطن والمواطن. جميل. دكتور محمد، انقضت السنة الأولى من الدورة السابعة. نعم. ولا شك أن لديكم ما تفخرون به وما تعتزون به. وإذا اعترفنا نحن في الإعلام إذاعة وصحافة وتلفزيون، والدكتور يحيى ربما هو الوسيط بيننا وبينكم، إذا اعترفنا بالخلل أو التقصير أو حتى بعض الأحيان بتصيد أشياء وترك أشياء فنحن نعتذر باسم الإعلام، لكن نريد منكم أيضا أن تفرشوا أوراقكم أمامنا لمعرفة الإنجازات وإن كان بشكل مختصر. الحقيقة في السنة الشورية الماضية عقد المجلس الشورى 60 جلسة عامة. جميل. وهناك ما يقارب للجان حوالي 260 أو 270 جلسة. جميل. للجان. طبعا اللجان هي التي تقوم بالعمل الأساسي في وقد يحتاج الموضوع الواحد أكثر من 4 إلى 3 جلسات لمناقشته. صدرت من المجلس ما يقارب حوالي تقريبا 200 قرار، تقريبا 196 قرارا. طبعا توزعت هذه القرارات ما بين الأنظمة وما بين التقارير الحكومية وما بين المعاهدات والاتفاقيات. أذكر على سبيل المثال أن هناك ما يقارب حوالي 20 قرارا تتعلق بالأنظمة، وما يقارب حوالي 96 قرارا متعلقة بقرارات لها علاقة بتقارير الجهات الحكومية. أيضا أعتقد هناك ما يقارب 50 أو 60 قرارا تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات. فتنوعت الحقيقة إنجازات المجلس ما بين الأنظمة وطبعا وقرارات المؤسسات الحكومية، وهي كلها في نهايتها تصب في المجال التنموي للوطن، سواء معاهدات أو اتفاقيات، فهي أيضا تكون اتفاقيات وتعاون بين مختلف الدول وبين مؤسسات بحثية وجامعات، كل ذلك لكي تدعم العملية التنموية في الوطن، أيضا فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالجهات الحكومية، كلها تصب في مصلحة المواطن من جهة أنها تدعم توجهات هذه المؤسسات الحكومية والجهات الحكومية في تجويد أعمالها وتحقيق أهدافها، وخاصة فيما يتعلق الآن في برامج التحول الوطني، وهو أهم من أهم الأعمال التي يركز عليها برنامج التحول الوطني، هو تجويد الإنتاجية وتجويد العمل في الجهات الحكومية وتحقيق البرامج التي وضعت لها، خاصة فيما يتعلق ببرامج التنمية العشرة التي يعني وضعت لتحقيق أهداف الرؤية. ما في شك أن الأنظمة من أهم الأعمال التي يقوم بها مجلس الشورى، وهي العملية التنظيمية، وهو سن الأنظمة ومراجعة الأنظمة التي تصل للمجلس حسب المادة 15 والمادة 17 من نظام مجلس الشورى. والمجلس يقوم بدراسة الأنظمة ومراجعتها، وتصدر هذه الأنظمة بقرار بمراسيم ملكية بعد دراستها في مجلس الشورى. فمجلس الشورى هو شريك لمجلس الوزراء في دراسة الأنظمة وسن الأنظمة، وهي من المهام الأصيلة لمجلس الشورى سن الأنظمة وتفسير الأنظمة أيضا. ولذلك العمل التنظيمي من أهم الأمور، بالرغم من أن العدد قد يكون قليلا مقارنة بالتقارير، إلا أن طبيعة الأنظمة تحتاج إلى تأني وإلى دراسة أعمق، ولذلك يعني يأخذ المجلس وقت طويل في دراستها، لأن الأنظمة بعد أن تسن وبعد أن يتم إقرارها تستمر الاستفادة منها وتطبيقها لعشرات السنين، فلذلك هي ليست من الأمور التي تؤخذ بسهولة أو ببساطة، حيث أنها تحتاج إلى روية وإلى اهتمام. جميل. هذا ملخص، وأنا أتوقع أنه سنة كاملة من الظلم يعني في الإعلام أن نلخصها في إجابة دقيقتين أو ثلاث، لكن أرقام جميلة ويعاد لها لمن أراد الاستزادة. دكتور يحيى، هذه الأرقام التي ذكرها معالي الدكتور محمد، معاليكم تفصلوا لنا في دور الأعضاء في ملامسة قضايا المواطن دكتور يحيى، الاهتمام بحاجاته، وأيضا مساهمة الأعضاء في بعض القرارات التي تقدمهم في المادة 23 التي تحق لهم أن يطرحوا ما لديهم من مقترحات. هي طبعا مساهمة الأعضاء لا تقتصر فقط على ما نصت عليه المادة 23، وإنما تتجاوز ذلك. جميل. لأنه طبعا العضو، تعرف أنه العضو
كل عضو من أعضاء المجلس هو عضو في لجنة من لجان متخصصة، وبالتالي اللجان المتخصصة هي مطابخ مجلس الشورى التي من خلالها يتم مناقشة التقارير التي ترد إلى المجلس، سواء في الجانب الرقابي لتقرير أداء الأجهزة الحكومية، أو في الجانب التشريعي ما يتعلق بمشاريع الأنظمة، أو كذلك فيما يتعلق بخطط التنمية. فعضو المجلس يشارك في إعداد التقرير اللي من خلاله يتم إلقاء الضوء على أداء الجهاز الحكومي، وبالتالي مراقبة أداء الجهاز الحكومي. كذلك العضو اللي ما هو العضو المجلس يستطيع أن يشارك في تقييم أداء الجهاز الحكومي حتى وإن لم يكن عضو في اللجنة المتخصصة، بعد ما يتم طرح التقرير الجهاز الحكومي للنقاش تحت قبة المجلس. وبالتالي فأنه العضو مشارك أصلا في صنع القرار الذي يتخذه المجلس. والكثير حقيقة حتى عبر بعض وسائل الإعلام يشيرون للمجلس أنه أصدر توصية. المجلس لا يصدر توصيات، المجلس يصدر قرارات لكنها مبنية على توصيات من قبل لجان متخصصة. جميل. ما يتعلق بمادة 23 الحقيقة تعتبر هي من أهم المواد فيما يتعلق بالجانب التشريعي لمجلس الشورى. المادة هذه أعطت كل عضو من أعضاء المجلس الحق في اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام قائم. لأن لاحظت في الدورة هذه أنه تم تقديم العديد من مشاريع الأنظمة التي تستند إلى المادة 23 والتي تمت مناقشتها في المجلس وتم إجازتها من قبل المجلس، ولعلنا نذكر حقيقة من أهمها المتعلقة بالأحداث اللي نعيشها الآن، أنه ما تم مناقشته فيما يتعلق بحماية الشهود والمبلغين عن جرائم الفساد، وهذه نعم هذه الحقيقة يمكن تم قرارها من قبل المجلس. كذلك مشروع النظام الخاص بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع النظام يتعلق بتوطين التقنية، وأنا أعتقد أنه التقنية وتوطين التقنية من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها، لأننا عندما نتحدث عن فتح مجال الاستثمار الأجنبي في المملكة فأنا يجب أن نركز على استثمارات نوعية. الاستثمارات النوعية التي تحقق هدفين، الهدف الأول اللي هو نقل وتوطين التقنية، الهدف الثاني إيجاد فرص عمل للمواطنين. فعندما نتكلم عن هذا الجانب نحن نتكلم عن أمور من بينها طبعا من ضمن المشاريع الأنظمة التي جاءت من الحكومة وأقرها المجلس القانون الموحد لحماية المستهلك. والمستهلك مثل ما تعرف الحقيقة الكثير من المواطنين يطرحون مسألة الآن حماية المستهلك، وهذه تم إقرارها من قبل المجلس. مشروع حماية المال العام، نعم حماية المال العام وسوء استخدام. ما يتعلق طبعا أتكلم عن السنة الماضية، في السنوات السابقة مجلس الشورى الحقيقة كان سباق في اقتراح العديد من مشاريع الأنظمة الخاصة، سواء بمحاربة الفساد أو كذلك التي مهدت لإنشاء الكثير من الهيئات. جميل. التي قائمة الآن، من بينها المجلس كان اقترح مشروع نظام حماية المال العام وإساءة استخدام السلطة. لما أحيل المشروع النظام إلى الجهات الحكومية اقترح فصل النظامين، فصل خاص بحماية المال العام، عفوا مشروع نظام خاص بحماية المال العام والمشروع الخاص بإساءة استخدام السلطة. طبعا حماية المال العام جاي للمجلس تم إقراره من قبل المجلس. العديد حقيقة من مشاريع الأنظمة، الوقت لا يسمح لي الآن أن أستعرض هذه المشاريع لكنها على درجة كبيرة من الأهمية، وهذا طبعا غير مستغرب. جميل. أنه من أعضاء يتميزون الحقيقة بخبرات واسعة في مجال عملهم. وكذلك هذه برضو نقطة أحب أن أؤكد عليها، أنه الدورة هذه فيها عدد كبير من الكوادر القانونية المتميزة التي كان لها انعكاس إيجابي على مخرجات المجلس. جميل. فيما يتعلق بالجوانب. وأنت قلت العام الماضي دكتور يحيى، معالي الدكتور، أن قلتم أنه انتقاء خادم الحرمين الشريفين للعديد من الرقابيين والذين كانت تخصصاتهم تمس هذا الجانب بالتحديد يدل على أن الدولة متوجهة للمحاسبة ولرؤية جديدة قادمة مستقبلية بشكل أفضل. وأنا الحقيقة هذا يمكن أول ما لاحظته عندما قرأت الأسماء. أنا لاحظت فعلا أنه كثير من المتخصصين في مجال الحوكمة في الجوانب المالية، في الجوانب قانونية، المحاسبية، وكذلك في الجوانب القانونية. فالحقيقة يعني احنا توقعنا فعلا في أنه إجراءات سيتم اتخاذها فيما يتعلق بهذه الأمور. جميل. دكتور محمد، معاليكم حريصين أن تكون الصورة إيجابية لدى المواطن، ولكن هناك ربما فجوة نحن سبب فيها في الإعلام لا أعلم. حدثني عن بعض النماذج إذا كان المشاهد السعودي الآن يتابع ونريد أن نقول له أن قبة مجلس الشورى ورجال ونساء الشورى كانوا سبب ربما في إنشاء الهيئة الفلانية، القانون الفلاني، النظام الفلاني. مجلس الوزراء اعتمد في كثير من قراراته بعبارة بناء على ما رفعه لنا مجلس الشورى. كيف نوصل هذه الرسالة دون أن نسوق، ولكن من حقنا أن نبين جهدنا؟ تفضل.
صحيح. طبعا مجلس الشورى يعني نحن في المملكة العربية السعودية أول حاجة لا يوجد لدينا أحزاب. جميل. مجلس الشورى هو عبارة عن جزء من منظومة الدولة ككل. جميل. وجزء مكمل لجهود مجلس الوزراء. فنعمل بأسلوب تكاملي بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى. مجلس الشورى يطلع بمسؤوليات محددة حسب نظامه. وهي محددة بنظامه في المادة 15 والمادة 17. ولذلك فهو معني بدراسة ما يحال إليه من قبل رئيس مجلس الوزراء والنظر في الخطة التنموية والاقتصادية والامتيازات التي تقدمها الدولة لأي جهات أخرى والمعاهدات والاتفاقيات وأيضا تقارير الجهات الحكومية وأيضا الأنظمة وتفسيراتها. فلذلك هذه هي مسؤولية مجلس الشورى فيما يتعلق بدوره التنموي ودوره التكاملي مع أجهزة الدولة. الدولة رعاها الله ومؤسساتها التنفيذية معنية بتنفيذ كل الخطط التنموية والتنفيذية فيما يتعلق بمصالح المواطنين. نحن جزء مكمل وجزء أساسي من العملية التنموية في المملكة. المجلس كما ذكرت لك سابقا يقوم بدراسة الأنظمة ودراسة التقارير الحكومية وإصدار ما كل ما يكون له أيضا مصلحة للمواطن. فجميع قرارات المجلس لا تنبع إلا من مصلحة الوطن. ولذلك في نهاية الأمر كل ما يقوم به المجلس سواء من مشاريع الأنظمة أو مراجعات للتقارير الحكومية أو مثلا الاتفاقيات والمعاهدات هي عبارة عن قرارات تصب في مصلحة المواطنين. وبالتالي حينما يذكر مقام مجلس الوزراء أنه وبناء على قرار مجلس الشورى رقم وتاريخ يكون ذلك بأن هذا الموضوع قد درس في مجلس الشورى وتمت مراجعته وتم التأكد من أن هذا الموضوع يعني يحظى بهذه التوصية أو بهذا الاقتراح أو بهذا التوجه نحو كثير من الأمور التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وأيضا فيما يتعلق بالأنظمة. عندما تأتي الأنظمة إلى المجلس يقوم المجلس بمراجعتها وإعطاء ما يراه تجاه هذه الأنظمة من تعديلات من إضافات مواد جديدة لها أو من حذف مواد لها بما يراه المجلس وأعضائه المتمكنين. وكما ذكرت سعادتكم فيما سبق بأن المجلس في هذه الدورة لديه الحقيقة كوادر متميزة من القانونيين ومن المتخصصين في الأنظمة. ولذلك حينما يراجع النظام هنا في المجلس يراجع مراجعة متأنية ويعطى له الوقت اللازم بحيث عندما يصدر النظام من المجلس ويرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حيث أن كل قرارات المجلس ترفع مباشرة إلى الملك وله هو خادم الحرمين الشريفين الفصل فيما يحيله إلى مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء أو فيما يقره مباشرة إذا تباينت مثلا؟ لا هذا قبل التباين. الملك له عندما يرفع المجلس قراراته المجلس للمقام خادم الحرمين الشريفين قد يرى المجلس الملك حفظه الله مناسبة أن يصدر قرار أمرا ملكيا أو مرسوما ملكيا باعتماد ما صدر من المجلس أو قد يحيله إلى مجلس الوزراء لدراسته وبعد ذلك إذا اتفق المجلسين على نفس القرار فيصدر الأمر من الملك حفظ الله باعتماد هذا القرار وهذه القرارات التي صدرت من المجلس. وإذا كان هناك اختلاف في الرؤى أو اختلاف في وجهة النظر يعاد إلى المجلس لدراسته ومعرفة وجهة النظر مجلس الوزراء. والآن الحقيقة صار هناك تنسيق أكبر بوجود وحضور معالي عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد أبو ساق اللي هو عضو مجلس الوزراء المعني بشؤون الشورى حضور جلسات المجلس وأيضا لجان المجلس لدراسة وتقريب وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حتى تكون عملية المواءمة بين القرارات بصورة أسرع وبما يقلل من الوقت اللازم لدراسة القرارات. فلذلك كما ترى بأن العملية ككل عملية ما يقوم به مجلس الشورى وما يقوم به مجلس الوزراء هي عملية تكاملية
ولا يوجد يعني تفضيل أن المجلس الشورى يقوم بعمل أكبر أو عمل أقل، والمجلس لا شك المواطنين يعني على اطلاع بما يقوم به المجلس من خلال جلساته التي يعقدها كل أسبوع ثاني، وما يصدر من يعني تصريحات يقوم بإصدارها مع معالي المساعد كل أسبوع، كل جلسة بعد كل جلسة. لكن الطموح ما في شك أن طموح المواطنين وأمنياتهم من مجلس الشورى كبيرة، وواجب على مجلس الشورى أن يكثف أعماله. والحقيقة في هذا المجال أود أن يعني أشيد وأن أذكر بكل الاعتراف وكل الامتنان لمعالي رئيس المجلس الحقيقة، الذي لا يدخر وسعا في تسهيل والدفع بالعمل في مجلس الشورى بما يذلل جميع العقبات، سواء فيما يواجه الإخوة الأعضاء أو في مواجه الجهاز الإداري، بما يحقق تجويد العمل الشوري الحقيقة. جميل. وله مبادرات كبيرة، ومن يعني لا أود أن يعني أغفل ما قام به من نحو إقرار الاستراتيجية الخاصة بالمجلس لتطوير العمل في مجلس الشورى في شقيه الشوري والبرلماني والإداري أيضا. جميل جدا، يشكر على ذلك معالي الشيخ عبد الله. الدكتور يحيى، أعود لك، والحديث هنا امتداد لما قاله الدكتور محمد. معاليكما كأحد الثلاثة الرجال الكبار في المجلس، لكم دور في التواصل مع الجهات الحكومية، الوزراء والأجهزة الحكومية، ولكن في هذه السنة، وصحح لي إن كنت أنا مخطئ، لم يعني تتشرف القبة أو لم يتشرف الوزير نفسه، أي وزير كان، بالدخول تحت القبة، لا أقول للمساءلة، ولكن لكشف أوراق ذلك الجهاز. برأيك ما السبب، وهل هذا لديكم مستقبلا، وكيف تقرأ تعاونكم مع الأجهزة دكتور يحيى؟ أول شيء فيما يتعلق طبعا بدعوة الوزراء لحضور المجلس، هذه عادة من قبل اللجان أو حتى من قبل بعض الأعضاء أثناء مناقشة تقرير. جميل. الجهاز أنا أعتقد أنه فيه الطلب الآن دعوة بعض الوزراء للحضور، وأنا أتوقع الحقيقة أنه في السنوات القادمة من هذه الدورة حيحضر العديد من الوزراء، لأنه تم طرح العديد من الأمور. جميل. وأعتقد أنه الجو اللي نعيشه في المملكة الآن أصبح مهيأ ومشجع للمجلس لدعوة الكثير من الوزراء لطرح الكثير من الأمور المتعلقة بالتساؤلات. جميل. الخاصة بأداء الجهاز الحكومي. فالحقيقة أنا من خلال طبعا نقاش الكثير من تقارير أداء الأجهزة الحكومية، الكثير من الأمور التي أثيرت والتي تحتاج إلى حضور المسؤول لإيضاح الكثير من الأمور التي تم اكتشافها أثناء ممارسة الجانب الرقابي لمجلس على أداء الجهاز الحكومي. هذا ما يتعلق بهذا بالجانب. الجانب الآخر طبعا هو التواصل المجلس، كان سؤالك يتعلق التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية. لا لا لا، التعاون أعتقد أنه يعني عبارة تعاون قد لا تكون مناسبة، لأنه طبعا المجلس يمارس السلطة الرقابية على أداء الجهاز الحكومي. جميل. وبالتالي فإنه العلاقة بين مجلس الشورى كجهاز يمارس نفس الدور اللي تمارسه البرلمانات في العديد من الدول، أعتقد أنه في ينصب الجانب الرقابي على أداء الجهاز الحكومي، وبالتالي فإنه التعامل مع الجهاز الحكومي يتم من خلال دعوة ممثلي الجهاز الحكومي من قبل اللجان المتخصصة لحضور الجلسات الخاصة بمناقشة تقرير أداء الجهاز الحكومي. طبعا يشترط فيها الحضور كذلك أن يكون من كبار المسؤولين لا يقل عن درجة المرتبة 15، والغالب العام طبعا هم وكلاء الوزارة يحضرون لمناقشة تقرير أداء الجهاز الحكومي، وأغلبه نقاش ذا طابع نقدي لأداء الجهاز الحكومي. جميل. أو استفسار عن ما يتعلق بالمعوقات المذكورة في التقرير. الجانب الآخر فيما يتعلق كذلك بعلاقة المجلس بالأجهزة الحكومية يتعلق بطلب الوثائق. المجلس من حقه أن يطلب أي وثيقة تعمل على دعم أدائه، وأنا حقيقة أنه أحب أني فقط أشير في هذا الجانب أنه قد يحتاج نظام المجلس للتعديل لتمكين المجلس من الحصول على وثائق تعمل على دعم الدور الرقابي. جميل. لمجلس الشورى. على سبيل المثال أعتقد أنه حصول المجلس على الحسابات الختامية للأجهزة الحكومية
هو من الضرورة بمكان لإلقاء الضوء على طبيعة ما يتعلق بالجوانب المالية لكل جهاز حكومي. فهذه من الأمور الحقيقة اللي حتعين المجلس على ممارسة رقابة فعلية حقيقية على الأداء الجهاز الحكومي فيما يتعلق بالجانب المالي للجهاز. ونعتقد أنه من الأمور التي يجب التركيز عليها إذا أخذنا في الاعتبار الآن التوجه لوضع الكثير من الإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد. وأنا أعتقد أنه دور مجلس الشورى يجب أن يكون دور كبير في كل دول العالم. البرلمانات هي تقريبا تطلع بالدور الأكبر لمحاربة الفساد. وأنا حتى من خلال يعني تتبعي لمداخلات الأعضاء هذا الموضوع الحقيقة يحتل جانب كبير من اهتمامات الأعضاء. من يقرأ القرارات التي اتخذها المجلس من بداية تأسيسه قبل 25 سنة يلاحظ الحقيقة أنه تركيز من الأعضاء سواء وتمثل في اقتراح فيما يتعلق بالاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، ما يتعلق كذلك في الاقتراح إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، والمداخلات التي تتم على تقارير الأجهزة الرقابية التي تصل إلى المجلس ويتم التركيز على هذه الجوانب. فأنا أتوقع هيكون لمجلس الشورى دور كبير فيما يتعلق بهذا الأمر. أنا على المستوى الشخصي هذه الإجابة جدا جدا مميزة ونموذجية، واسمحنا أن تكون يعني منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه عندما يتحدث الرجل الثالث في مجلس الشورى بأنه يجب أن نكون جهازا رقابيا ناقدا ولا يكون هناك تعاون بمجرد تعاون كصداقة، فهذا كلام جميل وهذا يطمئن الشارع السعودي أن المجلس حريص وسيسائل عن كل ما صرف وكل ما أنفق وكل عمليات التنمية أين ذهبت وأين توجه. خصوصا دكتور أن المظلة كنتم تحملون مظلة مطر، لكن أنتم تحملون خيمة أو قبة كبيرة لأن الدولة عازمة على السير قدما في مشروع مكافحة الفساد. دكتور محمد، في هذا الجانب المتصل رؤية 2030، الرؤية منطلقة لا يهمها قلة ناقدة، الأكثرية مع الرؤية ومع توجه الأمير محمد بن سلمان، ويوما بعد يوم هذا التسارع يثبت للشارع السعودي أن الرؤية تسير نحو مستقبل مشرق. أنتم في المجلس كيف تستطيعون المشاركة أو ما هو دوركم؟ المجلس طبعا من أهم العوامل التي تدعم الرؤية. الرؤية لها برامج، وهذه البرامج قبل أن ندخل في البرامج أود أن نعرج على موضوع الرؤية. الرؤية الحقيقة هي عبارة عن أمر يتعلق بحياة أو موت، يعني ليس كان لا يوجد هناك خيار آخر. يعني المملكة العربية السعودية وجدت نفسها في أنه ليس لديها خيار إلا أن تنطلق نحو المستقبل وأن تخطط نحو المستقبل لهذا الشعب، لأنه إذا استمر الاعتماد على مقدرات النفط وعلى عوائد النفط سوف يعني يكون هناك تبعات يعني غير مستحبة على مستوى المواطن وعلى مستوى الدولة وإمكانياتها لمتابعة الإنفاق ومتابعة يعني التأكد من إمكانياتها للإنفاق على مقومات التنمية وعلى الانفاقات التشغيلية للوطن. ولذلك كان لابد من أن يؤخذ مسار جديد لرؤية واضحة لما نود أن يكون عليه الوضع في المستقبل القريب والمستقبل البعيد. ولذلك ترى أن رؤية المملكة 2030 كانت يعني تتنوع بين برامج ذات مدى قصير وبين برامج ذات مدى بعيد. البرامج التي هي لها علاقة بالمدى على المدى القصير هي الحقيقة برامج تتعلق بتجويد العمل وتجويد الإنفاق ومراجعة الإنفاق الرأسمالي ومراجعة المشاريع، مراجعة أيضا الإنجازات الحكومية، الأولويات التنموية. عندما يكون هناك مراجعة شاملة كان هناك الحقيقة نتيجة لذلك توفيرا كبيرا لمصاريف تشغيلية ومصاريف رأسمالية كبيرة كان لا يوجد جدوى لها. فأول عملية تنموية قام بها سيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في عمل الرؤية هو مراجعة الوضع الحالي، لأن الوضع الحالي كان في وضع غير مناسب من ناحية الإنفاق ومن ناحية جدوى الإنفاق أيضا. ولذلك كان هناك
يعني مهام وأهداف ذات مدى قصير، وهي العمل على السنتين الثلاثة القريبة حتى عام 2020 والمدى الطويل العشر السنين التي تليها، وهي عبارة عن المرحلة التي تخطط للاستثمار ولتنويع مصادر الدخل، وهي التي يطلع بها صندوق الاستثمارات العامة، وأيضا زيادة الدخل من غير المداخيل غير النفطية، وأيضا عملية تطوير ما يتعلق بضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية إلى آخره، من إيجاد الإمكانيات والعوائد المفيدة والعوائد الدائمة للدولة لكي تتمكن الدولة من الإنفاق على المشاريع التنموية. فمجلس الشورى منظومة تتعلق بالتنظيم وتتعلق بمراقبة الأداء الحكومي كما ذكر معالي المساعد، ولذلك من أهم العوامل التي يطلع بها مجلس الشورى هو ما أيضا ذكره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حينما قال على الجهات الرقابية، ومن ضمنها طبعا أهم الأجهزة الرقابية هو مجلس الشورى، الاطلاع بدورها. دور مجلس الشورى هو التأكد من أن أهداف الرؤية ومن أن برامج الرؤية، من أن المبادرات التي وضعت لهذه المؤسسات وهذه الجهات الحكومية أنها تتحقق، وأن المعايير الأداء، والآن سوف يكون هناك معايير أداء لكل مؤسسة حكومية ولكل جهة من الجهات التي تشترك في برامج التحول الوطني، هناك 96 مبادرة، كل هذه المبادرات سوف يكون لها معايير أداء، والمجلس سوف يكون مسؤولا أن يتابع هذه المبادرات، وأن يكون مسؤولا عن متابعة لماذا لم تتحقق هذه المبادرات، لأنه عون للدولة على أن تكون هناك مراجعة ويكون هناك متابعة لإنجازات الأجهزة الحكومية. أيضا فيما يتعلق بالأنظمة، المجلس يطلع بإصدار الأنظمة وسن الأنظمة، هناك أنظمة كبيرة تحتاج إلى تحديث، هناك أنظمة جديدة تحتاج إلى أن تسن. لماذا؟ لكي تسرع العملية التنموية من عملية الاستثمار. هناك على سبيل المثال دولة معينة تود أن تستثمر في المملكة، بعض الأنظمة الموجودة في النظام الحالي تحد من إمكانية هذه الدولة أن تستثمر، أو من هذه المؤسسات من هذه الدولة أن تستثمر في الدولة. نحن نستطيع من خلال هذه الأنظمة وسن هذه الأنظمة أن نزيل كثير من العوائق التنظيمية التي كانت في السابق، على سبيل المثال فترة الترخيص لشركات استثمارية خارجية أجنبية، ممكن تعديل هذه الأنظمة. كل هذه العوامل التي يقوم بها مجلس الشورى هي عوامل لها علاقة ببرامج الرؤية ومبادرات الأجهزة الحكومية والأنظمة التي تساعد على تطوير العمل التنموي في المملكة. جميل. آخر تساؤل لك دكتور يحيى، معاليكم لديكم تواصل مع المجتمع السعودي مؤخرا، من السنوات الأخيرة هناك حلقة تواصل، وأتذكر قبل أن يأتي بعض الوزراء والمسؤولين للمساءلة أو حتى لعرض ما لديهم، هناك أيقونة في صفحة مجلس الشورى تعطي المواطنين فرصة لطرح تساؤلاتهم وإشكالياتهم وأنتم تنقلونها لأصحاب المعالي. باختصار، ماذا جرى في هذا الموقع وهذا التواصل بينكم وبين المجتمع؟ المجلس وضع استراتيجية خاصة بالتواصل مع المجتمع، استراتيجية الإعلام والتواصل مع المجتمع، وضعت كثير من البرامج الخاصة بتفعيل التواصل مع شرائح المجتمع المختلفة. بدأنا في عقد لقاءات وجلسات حوار مع النخب المتمثلة في كتاب الرأي، وكذلك جلسة كانت مع المحامين والحقوقيين، وكذلك تم إبرام مذكرة تعاون مع مركز الملك عبد الله لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الحقيقي، وأنا أحب أن أشكر حقيقة المركز على الجهد اللي بذله فيما يتعلق بهذا الجانب، عن طريق تقديم دراسات تتعلق بآراء المواطنين حيال أداء بعض الأجهزة الحكومية. طلبنا من مركز رصد الآراء وزود المجلس بالكثير من الدراسات، وهذه كذلك من القنوات. كذلك فيما يتعلق ببوابة المجلس الآن، فتحنا مجال التواصل مع
المواطنين من خلال ما كان يسمى بالعريضة المقدمة للمجلس، أي مقترح يقدم عن طريق البوابة، في توجه كذلك لمحاولة التواصل مع المواطنين عبر نشر بعض المشاريع الأنظمة المقدمة موجب مادة 23 لأخذ مرئيات المواطنين وأصحاب الخبرة والاختصاص فيما يتعلق بمشاريع الأنظمة، لأنها ستكون لها انعكاس إيجابي على أداء اللجان عندما تقوم بدراسة مشاريع الأنظمة وتعرف وجهة نظر شرائح اجتماعية مختلفة حيال هذا الأمر. ما يتعلق كذلك، أنت ذكرت المواطنين قبل قدوم أي مسؤول للمجلس تتاح الفرصة للمواطنين لإثارة أي تساؤلات تتعلق بأداء الجهاز وتنقل للضيف. والنقطة برضه المهمة، أحب أن أؤكد على أهمية تواصل المجتمع مع مجالس المناطق، والحقيقة وإن كان على مستوى الشخصي أعتقد أنه هذا الأمر يحتاج إلى العديد من التفعيل، ومعالي رئيس المجلس الحقيقة أنه كان يبذل جهد كبير في تفعيل القنوات المتعلقة بتواصل المجلس. سيتم تطويرها مستقبلا إن شاء الله، نأمل إن شاء الله تعالى يتم تطويرها. معالي الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، معالي الدكتور محمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لكما. شكرا. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أينما كنتم أيها الشعب الكريم، هذا المجلس هو ممثل لكم، وقد عين أعضاؤه باختيار خادم الحرمين الشريفين. 150 عضوا، منهم 120 من الرجال و30 من السيدات، يمثلون أكثر من 20 مليون مواطن على امتداد هذا الوطن الفسيح. تم اختيارهم بعناية بعيدا عن المناطقية والتوجهات والأهواء، لا حزبية ولا مناطقية في هذا المجلس، الكل يعمل من أجل الوطن. وعلى مستوى تجربة شخصية، وقد حضرت عشرات الجلسات في شرفة مجلس الشورى، كان يسأل الأعضاء يسائلون الوزارات والأجهزة الحكومية عن تقارير كثيرة، مثل تقرير وزارة شؤون البلدية والقروية، تقرير وزارة الإسكان، تقرير وزارة التعليم، تقرير وزارة الإعلام، والعديد من التقارير التي نوقشت عن أداء هذه الأجهزة وغيرها من الأجهزة الحكومية، وكانت مليئة بالانتقاد ليس لمجرد النقد ولكن للتصحيح ولمستقبل أفضل. هذا الجهاز هو جهاز رقابي ناقد، وهو صوت المواطن السعودي، ثقوا تماما ولا تصدقوا ما يقال في بعض وسائل الإعلام التي تحاول الاصطياد في الماء العكر وتأتي بالسلبيات وتترك الإيجابيات. هذا عبد الرحمن بشري يودعكم، ألقاكم الثلاثاء القادم وأنتم بخير.